ونصفنا تحية الله يا جميع الحضور الكريم، جميع ممثلي أحزاب سياسية ومتدخلين في هذا الدول مشكورات. أنا ذكر الحزب السياسي بغيت نوضح واحد المعلومة ربما بزاف نتاع الحضور الكريم غادي يفرح فكرة خاطئة، بمعنى أن الحزب السياسي راه واحد البلد ولا كيصيب الشباب، بالعكس أنا شخصيا أراهم واقعي بأنه موقف سياسي محض، موقف شبابي، الشباب عطاو الموقف تاعهم من هاد الأحزاب ومن هاد النقابات ومن هاد المنظمات. مخزون نفسي اللي كيعيشوا المغاربة يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وكانت آخر محطة ما يسمى بالحراك الشعبي والحراك المغربي اللي بدأت في سياق ربع عربي، وشفنا واحد النسبة تاع المقاطعة تاع لا تاع الدستور ولا تسمى قانون في الدول ولا تاع انتخابات 25 دولار، كانت نسبة كبيرة مقاطعة عن طريق مشابه. والمسيرات اللي خرجت قبل في الأسبوع الأخير قبل غدوة الاستفتاء ولا يوم الانتخاب كتعبر بصوت واضح بأن الشباب مقاطع، وهذا موقف ماشي حزب سياسي، هذا موقف سياسي اللي يقول ان المشاركه السياسيه لا تنحصر في عمليه الانتخابات، وانما تنحصر في عده اشياء اخرى. مش معناها انا مش ننتخب انا كمار السياسه، انا مجيش ننتخب مع كمار السياسه، اذا ما انتخبتش على الدستور ولا على الانتخابات هذا كان موقف سياسي. انا ذكر الحركه الشعبيه اللي شافوا المغرب ما يسمى حركه 20 فبراير، وحيوا حركه 20 فبراير من الموقف ويحيي جميع شهداء الربيع العربي اللي في الظلوا اسال شحال الحجاجات، لان حركه 20 فبراير كانت كتستغل لها حتى شي جهه معينه، هي كانت واحد الحراك شعبي محض ما استغلتها لا العدل والاحسان ولا الطليعه ولا الاشتراك الموحد ولا اي برنامج ولا اي جهه سياسيه معينه، هي حركه معينه، هي حركه شبابيه محضه مستقله. هذيك العدل والاحسان المشاركه تاع العدل والاحسان تاع 20 فبراير ولا هذه الإحسان هي الوحيدة اللي عطات البيان تاعها تاع المشاركة قبل 20 فبراير ب 48 ساعة في ليلة الخامس في ليلة الجمعة، و 20 فبراير كانت بالحق هي الوحيدة عطات المشاركة تاعها بأن شبابها سيشارك في الحراك الشبابي باعتبارها قوة سياسية وازنة في البلاد بشهادة الجميع. ونهار صحبة 20 فبراير راه ماشي تحادثات كيف كيسوقوا في الإعلام بأن الإحسان تحالف مع العدالة الأمنية ولا تحالفت، ولكن موقف سياسي استمرار حركة 20 فبراير هو الشكل كيبقى، ولكن هو الشكل كيبقى تيوم بدا كيبقى تيوم. نقول تحية.